ايه على الصبح؟ ده كلام يا ليلى؟ حد يضرب مرات ابوه؟ دي مش مقام امك برضه؟ لا انا امي ماتت الله يرحمها، والست دي زيها زي في البيت، وبعدين انت عارفني وليه مجنونه، يعني اللي يقعني لسانها اقعه مليون. شايف؟ شايف البت وعمايلها؟ طب احترمي ابوك يا بيت. اطلعي منها انت يا اختي، انا محترماها وشايلها فوق دماغي من فوق. وبقول لك ايه اخر القول، لو ما احترمتيش نفسك معايا وشلتيني من دماغي الكنابيله واديني يوم هعملك لاكون مولعه فيكي. يا لهوي، شايف يا بتولي؟ لا 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 يا اخويا، لا لا، اخاف على نفسي اقعد معاها في بيت واحد، دي ممكن تعمل فيا حاجه، هو العمر بعزق يا بتولي. يلا سيبتي ده يا المركب اللي هتودي. انت هتفضل ساكت كده يا متولي؟ دي البنت عماله تجيبني وتوديني زي المرجيحه. امال فالح تعمل راجل عليا؟ عيب يا لولا. عيب يا لولا؟ شوف يا اختي الراجل هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ يا حظك يا نبيله، يا وقعتك السودة يا نبيله، يا جوزتك اللي زي الزفت يا نبيله. ده انا لو متجوزه دي كان زمانه نقر لها عينيها. هو انت ما بتتبطيش يا نبيله؟ ما تتلمي يا وليه، مش كفايه نص مرتبي اللي حطاه في عبك كل اول شهر؟ لا انا يا اختي باخده احطه في جيبي، ما هو اكلك وشربك والهباب اللي بيشرب ابوكي. بس بقى انت وهي، الله مش عايزه اسمع صوت حد فيكم. هو ده يا اخويا اللي ربنا قدرك عليه؟ طب ايه رايك انا عرفت منك ومن عيشتك ومن قرفك، ومش عايزه اعيش معاك ولا عايزه اشوف وشك. طب طلقها. يا هو يقدر؟ ما يقدرش يعملها يا حبيبتي. انا مش عارفه انت ماسك فيها ليه، دي برميل زفت متعصب طين، ماسك فيها ليه؟ دي عره النسوان. اخرسها يا بنت. ايه؟ ولا يهمك يابا، انت ابويا واشيلك فوق دماغي من فوق. ادي ايدك هبوسها، بس برضه هي لا. اوعي. شوف يا اخويا البت وجبروتها. اسكتي بقى وخرجي. سلمى يا سلمى، سلمى في ايه يا بنتي؟ انت مش سامعاني؟ في ايه على الصبح؟ يلا احنا نازلين. لا انا مش رايحه الشغل النهارده. امال لابسه كده ليه؟ عندي مشوار مهم. بصي بقى، لو صاحب المطعم رفضك انا مش هعرف ارجعك تاني. يا ريت ابقى خلصت من الهم ده بقى، انا بصراحه كده الشغلانه دي مش عاجباني، مش جايه على مزاجي. هقول ايه؟ ربنا يهديكي. إيهاب إزايك؟ بس قلتلي هنتقابل فين؟ مش المكان ده في وسط البلد؟ أوكي، طب نص ساعة وهكون عندك. يلا سلام. على فين؟ هنزل بقى أشوف أكل عيش. طب وجابر؟ جابر ده ايه؟ جابر ده بينام لحد المغرب، انا لولا القرش اللي انا بجيبه من شغلي كان زماننا متنا من الجوع. سلام. سلام. نعمين يا تمين. بقول لك ايه؟ خير؟ مفيش اخبار عن ابويا؟ للاسف يا بنتي، انا الاسبوع اللي فات رحت الاقصر قلبت عليها وطيها عشان ادور على ابوكي، لكن مش لاقيه. يا
يا دي الخيبة اللي أنا فيها. طب وبعدين؟ قولي لي يا بنتي، وأبوكي بيسافر كتير ولا حاجة؟ يعني مالهش مكان تاني يقعد فيه كده ولا كده؟ لا بيروح ولا بيجي، ده ما عادش بيعرف يخطي خطوة، ده كان زمان بقى الكلام ده. طب أنت محتاجة حاجة يا بنتي؟ الخير كتير والله. شكرا يا عم عبد الله، أنا عايزة بس أبويا يجي يشوف لي حل في اللي أنا فيه، يقف لي جابر ده، يحسسه بس إن أنا ليا ظهر في الدنيا وراجل. عموما يا بنتي، إن شاء الله لو نزلت الأسبوع الجاي أو اللي بعديه مش هسيب مكان اللي مدور عليه وارجعه في يدي. الله يسترك يا عم عبد الله، لحسن انا روحي خلاص بقت في مناخيري، والنعمه الشريفه انا ليل ونهار بدعي على نفسي ربنا ياخدني من الغم اللي انا فيه ده. حرام عليك يا بنتي، بعد الشر عليكي. شر؟ هو في شر اكتر من اللي انا فيه؟ شكرا يا عم عبد الله، ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بنتي. مغليه والشاصه وطعم خليل. تسلم ايدك يا بكره. حبيبي يا عموني. بكره امرني. مش خساره فيك. حبيبي يا سيد المعلمين. الجو هادي خالص. السلام عليكم يا خليل. صباحك فل وعسل يا شيخ زياد. بقول لك ايه؟ امرني. انا كنت قصدك في خدمه كده يعني. تحت امرك، اتفضل. بس بيني وبينك. السر يعني في بير يا سيدي. كنت عايز محل بس ما يكونش في الحارة هنا يعني. لمين؟ ليه؟ الله. طب لما هو ليك يا خليل يبقى ليه مش في الحارة؟ مش عايز حد يعرف ان انا بفتح محل، ولا حد يعرف ان معايا فلوس، وخصوصا مراتي. هي خير قبل الشر؟ لا مفيش حاجة، بس هي يعني ايدها فرطة حبتين. وبيني وبينك انا كنت مقرط على نفسي قوي السنة اللي فاتت ومحوش قرشين، عاوز مطرح ابيع واشتري فيه بدل البهدلة اللي انا فيها دي. إن شاء الله ربنا هيكرمك وهتبقى فل الفل. بس أنا خليل كده شايف إن عينيك لسه فيها كلام عايز يتقال. والله أنا نيتي صافية وما فيها حاجة، عشان كده قلت لك المحل ما يكونش في الحارة هنا ولا في المنطقة كلها. خليل بلاش لف ودوران، هات من الآخر. أنت عاوزك يعني تساعدني في دكان زي دكانك كده. طب وماله؟ يبقى ليه مش في الحارة؟ الله الله يخليك، انت بتتكلم بجد يعني مش متضايق؟ اوعى تضايق من ايه؟ دي الارزاق بيد الله ونعم بالله. شوف يا خليل، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الارزاق على عبيده، وحتى لو المحل بتاعك جنبي، حتى لو في دكاني نفسه، الزبون اللي هيجي لك حتى لو كنت في اخر الدنيا برضه هيجي لك، وعمره ما هيهوب عندي. ربنا بيوكل الكل، بس نفهم. والله العظيم يا شيخ زياد ادلك الجنه. اقولك بقى، ربنا يكرمك يا خليل، بس انت قول يا رب. سلام عليكم. صباحك زي العسل.